علي بن الحسين بن علي. نحن ورب البيت أولى بالنبي، فالله لا يحكم فينا ابن البعيد. أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي. الله أكبر. لما أن أكثر في القوم القتل نكس الفرسان، قتل البواسل وهو لا يباني في جموعهم، إلا إن العطش أخذ منهم أخذا، أخذ العطش منهم أخذا، فعاد إلى أبيه الحسين يده لا تقوى على حمل السلاح. علي الأكبر لا يبالي في الجموع. الحسين لما أن نظر علي الأكبر لما رجع علي. الله أكبر. فلننتظر ما يريد علي، ما يريد علي من أبيه الحسين في رجوعه هذا. عذرا أيها الغيارة الرخصة السادة، وإذا به قد جاء إلى أبيه. أبا، لم ترهبني كثرة الجيوش، إلا إن العطش أخذ مني مأخذا، فهل من شربة ماء أقوي بها كبدي؟ واغوثاه ما أسرع الملتقى بجدك فيسقيك بكأسه شربة لا تظمأ بعدها أبدا. بني ضع لسانك على لسانك. وصنع علي الأكبر وضع لسانه على لسان أبيه، فاسمعوا ماذا قال علي. أبا إن لسانك كالخشبة اليابسة. يقل يا أبويا شربة مية الكبدي، يا قهوة ورد للميدان وعدي، يا أبويا ذاب كبدي وحق جدي من العطش والميدان والحر. يقل له سهلة يا أبويا طلبتك هاي، لكن يا عقلي ونور يا نور عيناي، انا من يا نجيبا شربة الماي. يا ابويا العطش، يا ابويا العطش مثلك يبس حشاي. ولدي علي صبرا ولكن اذهب الى امك انها في الخيمه، اغمي عليها ساعه. فجاء علي الاكبر الى امه النساء بباب الخيام ينظرن. قد عاد علي الاكبر من الميدان فجئنا اليه. خلوا رقيه تستقبل اول واحد، تجي ترول، تجي تركض على اخوها. اجا رجع علي. جاء إلى أمه. الله أكبر. هذا البطل الهاشمي يرمي رداءه. الله. ودخل إلى خيمتها وجدها مغمى عليها. الأم لما نظرت. ولدي علي مرحبا بك. فأخرجها من الخيمة. أمه يا أمه يا ليلى، ما هذا البكاء؟ ما هذا الجزع؟ يا أمه انظري إلى هذه النسوة الواقفة بباب الخيام، كل امرأة تفتخر يوم القيامة عند فاطمة الزهراء
إما برأس زوجها وإما برأس ولدها. يا أمه، أما تريدين أن تأتي يوم القيامة إلى فاطمة الزهراء وتقولين: يا زهراء، إني فديت ولدك الحسين بولدي علي. بيض الله وجهك ولدي، اذهب وبيض وجهي عند الزهراء. انظروا إلى رقية وسكينة على الأرض تحز التراب على رأسها. سكينة رقية، لما أن سمعنا أن علي يريد أن يكون قربانا، أستودعكم الله الوداع الأخير. القوم تهيئوا لعودة علي الأكبر. ها قد جاءكم علي الأكبر مرة أخرى. ويحكم، لا تدعوه هذه المرة يرجع إلى أبيه سالما. فتوجه نحو الميدان مستل سيفه وهو يرتجز ويقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن ورب البيت أولى بالنبي. بطل هاشمي، لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي. والنعم ضرب غلام هاشمي علوي. الله أكبر. وهكذا كيف يا أبا عبد الله؟ يقلب الصفوف. الله أكبر. ولكن عذرا يا غيارة، أولي عقب ما شرق الهامات والقواس. والله صعب هذه الكلمة لرجل باسل فارس بطل علوي هاشم مثل علي الأكبر. عقب ما شرق الهامات والقواس اجت ضربة العبد على الرأس. شبك عالمهر وتوارده الناس، شبك عالمهر لباله يوديه لبوه حسين عن القوم يحمي. اثار المهر للعيد يا انفارمي. ها هو محتضن جواده علي الاكبر بعيد البلا ولية العدوى. يان مثل جتال سبع المات يا ودفار حان. اكثروه الضار حتى نكسوا من على حسين. عاد جواده الى الخيام. أبا، عليك من السلام. جاء الحسين كالليث الغاضب ابو الفضل العباس بحمية هاشمية علوية. يقلبون الصفوف ولكن جاء الحسين الى مصرع ولده. جلس عنده أخذ برأسه. يا غيارة من رخصتكم. أخذ برأس ولده وضعه في حجره. ما هدأت نفس الحسين. أخذ وضع فمه على فمه. ما هدأت نفس الحسين. ما أدري تحملون. شوف الحسين ايش راح يسوي. نظر عم جميع النساء والرجال تمدد بطوله نام الى جحنبه. من طايح الى اكبر ليك يصيد
مصر يا حسين ودمع عيتي يا مال غير اذا كو سيد وعاشمي وعلوي وشيع غيور ولابس عقال خلي نزعه تهم عيل على ابن امين ويصال صبط النبيه يا مغين ويتيا طاح وعلى وليدين حين و يقل ويحن الحال تشقل بعد وياك على الدنيا العفو يا ابني إلا بالله العلي العظيم. بني علي على الدنيا بعدك العفا يا ولد ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله. يعز على جدك وأباك أن تدعوهم أن يجيبوك وتستغيث بهم فلا يغيثوك. إنا لله وإنا إليه راجعون. الرواية تقول إن الحسين وصل إليه ولم يجد فيه رمق من الحياة. قال ولدي علي ولدي ولو كلمة واحدة يا أبويا. يقول له علي يا ابني يا فتشة العين يا أبويا صواب وحدك وين أنا والدك حذر حسك زين جاوبني يا أبويا يا أبويا من غمض عيونك واسبل يديك يا يوم عدل راسك ورجليك يا نور العين كل سيف الوصل ليك مرض قلبي يا أبويا مرض قلبي ولا عند حشاي سدر أيها الغيارة أيها الناس انظروا مرة هناك واتفقى بالخيام الحسين عند مسرح ولده عليه بينما هو كذلك وإذا به يسمع صوت من الخيام يا علي وعدنا أخيا شوفوا يا مرسل شوفوا الغيور القلع عند مصر زينب ما يصير طلعي وعدنا أخيا أخي يا أبي احمد ابن أخيك ورجع إلى زينب رجع إلي وقف هناك الحسين يقول أخي زينب ارجع يا أختاه لا تشمتي ابن الأعداء بحق أمنا الزهراء ارجع يا أختاه تقل يا حسين وين ابنك تقنطر المهر والقلب فارفار خويا خويا دليني على اللي مشقر شوف جواب الحسين يقلها يا زينب راح الاكبر شوف اجاب عم العباس صيحوا يا علي
استغلوا هذا بعد. شوفوا رقية وسكينة، رقية وسكينة. كثرة من قتل من أصحابه وأهل بيته توسط الميدان وصار يستغيث يطلب الناصر. ألا من مغيث يغيثنا، ألا من ناصر ينصرنا، ألا من معين يعيننا، ألا من ذاب في يذب عنه. لبيك لبيك سيدي، ها أنا بين يديك، مرني بأمرك صلوات الله عليك. السلام عليك سيدي أبا عبد الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا بني. يا عم، لقد عافت نفسي الحياة بعد مقتلي هؤلاء الصفوة من أهل بيتي. بني قاسم، أعزمت على الموت؟ عم يا حسين، كيف لا يعزم على الموت من يراك لا ناصر لك ولا معين؟ بني، أنت البقية الباقية من أهل الحسن، كيف أعرضك إلى ذري السيوف؟ ارجع يا وجل، ارجع يا وجه. ذهب لي وداع العيان، هذا الجمال المحمدي، الأم لما نظرت إلي ولدها قد عاد. بني قاسم، لما رجع؟ أمه، أرجعني عمي الحسين. بني، هذه عودة كانت في ثياب أبيك الحسين، خذها وارجع بها إلى عمك الحسين. حسنا يا أمه. فجاء فرحا مسرورا لما أن قالت له هذه وصية وجدتها في ثياب أبيك الحسن، اذهب بها إلى عمك الحسين. جاء مهرولا فرحا مسرورا. يا عم، هذه عودة كانت في ثياب أبي الحسن، مكتوب فيها: بني قاسم، إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا في كربلاء فلا تقصر في نصرته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لما أن قرأها أبو عبد الله صار يشمها، يقبل تلك الوصية التي كتبت من أخيه الحسن. الله أكبر. ثم قال: بني قاسم، ادن مني، ادن مني يا بني، إلي إلي يا ولي. صار يقبله يشمه حتى سقط إلى الأرض أبو عبد الله. قال: ولدي قاسم، قف لي قليلا لأتزود بالنظر منك، بعد ما أشوفك غير هاي الساعة يا عمي، وأنت البقية من أخي الحسن. إني إذا نظرت إليك تذكرني بأخي الحسن المسموم المظلوم. وهكذا ودع عمه، ودع عمه الحسين وداعا نهائيا. الحسين لا ويود فراق ابن أخيه، حتى ذهب القاسم يريد النزول. بني،
اذهب إلى أمك وعماتك فودعهن يا ولدي. حسنا يا عم. فجاء لوداع النساء، خرجنا النساء، يخرجنا النساء لوداع القاسم. القاسم ابن الحسن يريد النزول إلى الميدان. الأم الوالدة، الوداع يا بني، الوداع يا أمه. فأحدقن به النساء من كل جانب. وين النساء؟ القاسم هذا ابن الحسن ودعنا قبل لا يصعد الجواد. النساء الفاقدات، الأم اللي عندها ابن ومستعدة تريد تزوج مفارقته إذا ابنها موصية بوصية، إيش قال له؟ وصيت يما وصية، سمعي لفظ جوابي، شبان لو شفتيهم طلت ذكر شبابي. محروم من شم الهوى من دون كل اصحابي، عطشان انا يا والد وقت الشرب ذكريني. شوف الام قالت نعم ولدي لك عهد علي ما انساك، كل ما اشوف الشباب اذكرك، ولكن ولدي ما حاجتك يا أمة؟ خلي نشوف شو تريد الأم من ابنه. بني قاسم قفلي هنا، بني لم أرك فارسا بلامة حربك قبل هذه الساعة، أريد أن أتزوج. لا قر عينك يا أمة. الله يا القاسم يريد النزول. البطل الهاشمي أمه قالت له خلي أشوفك يما قدام تخطى، خلي أشوفك فارس، ما شفتك مرة لا بسلامة حربك وانت خيال يما قدامي. شهامه استعراض ابن الحسن والهم شو تقول له؟ ما شفتك ركبت الخيل قبل هاليوم، ما شفتك دقوم ركب على مهرك وفرح امك وعمتك. شوف قلب الوالدة شو تقول له؟ أخاف الطيح، أخاف الطيح يا الغالي، لازم بالمهور كلش، أو حاذر وصية الأم، أو حاذر لا تلتفت لا ترميش، حذاري حذار الحاسد يصيبك يا ابن بالسريش كمش. هي حيهم يا ابني، يا ابن بالسريش كمش، لا تبدا تتبختر وتلعب صغير وبرك يا والنوم، عرفك شبل ومجرب، لا تنسى حت الميدان وكحة وهي رايتك. هاي الطلبة من الأم
الحيل وتقوي بشري 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 صاح يا مجسام شوف الزلزال يمشي تسوي اشوف الحرب شوف ادخل واطفر على المهر تصل اخلي خيارهم تجفيل واخلي ما عرفني يقول سبعي القنطر حسبتك الى هنا القاسم طلبت الام اداها قالت درد اشوفك واستعرض امامي يجي الدور العم العباس الغيور عم ابو فاضل في امان الله العباس يزت ابن اخوي ودي لي الميدان يمشي وياه وسمع هاي الحواريه استودعك الله عم يا ابا الفضل يا ابن اخي اتعلم ابن من انت جدك علي وابوك الحسن وانا عمك العباس لقبت بسبع القنطره وانا كنت اصغر منك سنا واذقت الاعداء حر سيفي تقدم يا ابن اخي تقدم وارهم ضرب سيفك لو قر عينك يا عم والنوم ذبع ما انت ابن الحسن هي هي القوم لا يعرفه ينكروه اذهب الى هذا الفارس واسأله عن اسمه ونسبه هاي يا فارس من انت نحن ننكرك انت تكون فعل رجل الحسن صوت النبي صوت النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين هذا حسين كالأسير المرتان بين ناس لا سقوا صوب المزن الله أكبر لبيك سيدي أبا عبد الله وصال الجمال المحمدي في الميدان يقلب الصفوف بكل بسالة حتى قتل الأبطال ونكس الفرسان شلون يلعب بالسيف ابن الحسين والنهار بهذا الجمال المحمدي بهذه البسالة العلوية يقلب الصفوف حتى وشوه من كل جانب ومكان تقدموا إليه حاصروا هذا الغلام ويحكم ما تنتظرون نقتلوه ننتظره حتى يترجل من فرسه الله أكبر لبيك سيدي أبا عبد الله يا قاسم انزل من على جوادك انزل وواجهنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا لشجاعة هذا الغلام لبيك عم يا أبا عبد الله إنه يقاتلك الأبطال أثنى وإذا به انقطع شسع عليه وهو لا يزن الحرب إلا بمثله ما يصنع القاسم
لا أدري، ولكنه انحنى على شيء، وأظنه انحنى على شسع نعله ليصلحه. انحنى على شسع نعله؟ أما يبالي بالجمع؟ يا هذا، ما تقول كيف يا أبو الجمع وجده فارس خيبر؟ إذن أنت أين تريد؟ ريحك تنحى عني، تنحى عني. أتريد قتله؟ أما يكفيك الذين احتوشوه؟ عليك اللعنة، قلت لك تنحى عني، والله سأغسله، لأثقلن به عمه وأمه، سأغسله. الضربة هذه ضربه على قامته الحسين، جاءوك الليث الغاضب وبفاضل النهوب ابن خلوق، فقتل قاتله وجاء الى مصرع ابن اخيه الحسين، جاء اليه اخذ براسه لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، انا لله وانا اليه راجعون. على الدنيا بعدك العفا يا بني، على الدنيا بعدك العفا يا ولدي، يعز على عمك أن تناديه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك، يعز على عمك مصرعك يا بني، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقل يا جاسم اش بيدي، يا ريت السيف قبلك حاز وريدي. انحنى عليه شوفوا، عن الكوم تخلوني وحدي، وعلى خيمي يا عم القوم تفتار. حمله ابو عبد الله يحمل ابن اخيه.